قدمناش غير الطرق السلمية وعندنا أمل الشعب كله ينزل لما يعرفوا إن مفيش أمل في هذا الحب. وزي ما نزلوا 15 مليون في يوم من الأيام هينزل 15 مليون وهنخلص منهم. يعني الشباب هيعتصموا، أنا مش هقدر أعتصم لأن أنا عندي يعني أسباب صحية تمنعني كذا، عندي أسباب صحية، بس أنا يعني هعتصم معهم لحد ما أقدر يعني، بس مش هبات يعني. والله لو البلاك بلوك ارتكبوا جريمة في حق هذا الوطن يعاقبوا، بس أنا مش شايف هم أي جريمة اللي عملوها، هم بس ملثمين زي المنقبات. لما المنقبات يقلعوا هم دول يقلعوا. لما نزلنا 25 وانت نزلتوا 25، بس انت كنت 6 أبريل نزلتوا، كنت قريب تحشوا، كنا فاكرين ان احنا هنشيل مبارك. اتفاق